هذا عنده سؤال على جي كي ولا أمشي؟ دكتور ممكن تعيد آخر إيش حكيته آخر يعني دقيقتين اللي هنا عن إيش؟ عن الجرافيكال سيمبل. هذا الجرافيكال سيمبل تاع جي كي هياته تمام. إذا بدك ترسمه إذا بدك يعني كيف نرسم دي فليب فلوب كبوكس واحد، الجي كي زيه بس له تو إنبوتس اسم من جي وكي وبشتغل حسب التيبل هذا. إذا بدي أعمله من دي فليب فلوب فشو بدي أعمل؟ بدي أطبق هاي الإكويجن تاعيته صح؟ بوصلها وين؟ على الدي. ليش بوصلها على الدي؟ لأنه اللي على الدي بيطلع على الكيو صح؟ بس هاي الفكرة. يعني إنه في عندك أنت إذا قلت لك اعمله من الدي، يعني مرات بيجيبوا الناس أسئلة اعمل لي جي، اعمل لي دي فليب فلوب جي كي فليب فلوب من دي فليب فلوب أو تي فليب فلوب من جي كي أو وات إيفر تمام؟ فبدك تعرف انك انت ترسم تغير يعني فليب فلوب لفليب فلوب ثاني. هاي شغله ندور على النت على اسئله زي هيك. والشيء الثاني انه اذا بدك تستخدمه يعني كومبوننت جاهز، يعني هو جايني من يعني كجي كي فليب فلوب كيف رسمته هياته. طيب في شيء مش فاهمينه؟ التي فليب فلوب، التي فليب فلوب هو فليب فلوب كيف بيشتغل؟ إذا زيرو الانبوت له انبوت واحد زي الدي، ما لهوش أكثر من انبوت بس انبوت واحد. هذا شو الفليب فلوب بيعمل؟ توغلينج. شو يعني توغلينج؟ إذا زيرو خلاص كأنه ايش ديسيبلد أو ما بي أو نو تشينج، ما بتغيرش النكست ستيت زي الكرنت ستيت. بس إذا واحد شو بيعمل؟ كل كلوك شو بيعمل؟ توغلينج. في واحد بيسألني فوت بكير خلاص مبين انه بدأ الميتنج صح؟ اوكي اللي هو العماري. طيب فالتي فليب فلوب بيعمل توغلينج اذا كان الانبوت 1. كيف يعمل توغلينج؟ كل ما تيجي كلوك او كلوك ترانزيشن اللي هي يعني بوزيتيف ايدج بالكيس هاي تاعتنا لانه بيشتغل على بوزيتيف ايدج لانه فيش بابل هون تمام. شو بتصير اذا كانت الكرنت ستيت 0 نيكست ستيت شو بتصير؟ 1. واذا كانت 1 شو بتصير؟ 0. هاي توغلينج. وعشان يشتغل هذا الحكي اذا بدي اعمله انا من دي فليب فلوب شو بدي اعمل؟ بدي اوصل على اكس اور تي. تعال نشوف هذا الحكي صحيح ولا لا. إذا حطيت دعوض أنا T0 or الكومبليمنت تاعتها 1 هون Q كومبليمنت وهون إيش Q. شو راح يساوي هذا؟ Q صح؟ يعني no change. طيب إذا كانت طيب 1 T1 Q كومبليمنت or إيش T كومبليمنت حتكون 0 or Q. هاي إيش حيساوي هذا؟ Q كومبليمنت تمام. واضح؟ واضح؟ حد عنده سؤال؟ هاي رسمة التي فليب فلوب الجرافيك سيمبول، وهي كيف بعمله من ايش؟ من تي فليب فلوب من دي فليب فلوب اللي هو وصلت على دي ايش اللي هي تي اكس اور ايش الكيو. مين بضل يكتب؟ واضح شباب؟ أي سؤال؟ دكتور ما عندي جوين. ليش ما عندوش جوين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. apply screen meeting notes meeting details copy join information. Apply.
إذا ما لها سنس. طيب إذا بدأ أمر من جي كي شو بوصل؟ التي بوصلها على جي زي ما احنا شايفين وعلى كي. تتذكروا جي كي كيف كانت معادلته؟ كانت إيش؟ جي كيو كومبليمنت أور كي كومبليمنت كيو، صح؟ طب لو وصلنا هنا حطينا تي هتصير تي صح؟ وهنا هتصير إيش معناته؟ تي كومبليمنت صح؟ بدل K يعني هاي K حطيت بدلها T هان شو صار complement هاي Q complement وهاي Q مش هاي معادلة ال XOR صفت مش هاي نفس هاي معي سمعيني شباب دكتور واضح طيب هسا في نوع ثاني في شغله ثانيه زياده ندرسها على الفري فلوبس اسمه دايركت انبوتس اوكي في نوع من دايركت انبوتس في نوع بيعمل كلير او ريسيت بسموه دايركت ريسيت او ريسيت او كلير تمام وفي نوع بيعمل ايش سيت بسموه دايركت سيت او سيت او ايش بريزنت بريسيت عفوا تمام هذا بيعمل سيت للفري فلوب هذول شو بالعاده بكونن اسينكرونس شو يعني asynchronous؟ يعني مثلا ايش دخل بالكلوك؟ يعني لما يصير active فورا بيشتغل، باخذ priority على كل شيء، ولا له علاقه بالكلوك اذا انه asynchronous. في منه نوع ثاني synchronous انه بيشتغل اذا ايش؟ اجت كلوك ترانزيشن. طيب؟ كيف يعني؟ ناخذ هذا المثال. هذا مثلا graphic symbol لدي فليب فلوب with asynchronous reset. الريست هذا active low ولا high؟ شو رايكم؟ هاي الريست هاي active low ولا high؟ لو دكتور لو لانه في بابل صح طيب اكتف لو معناته امتى الكيو بدها تصير صفر اذا ار شو بتساوي امتى بنعمل بيعملها ريسيت لما تصير الار اكتف امتى بتصير اكتف شو قيمتها يعني صفر صفر بالضبط لما تيجي صفر بتصير الكيو شو صفر هذا الفانكشن تيبل من الكتاب بس طبعا فيه غلط هون حط صفار هي لازم 1 1 طيب هاي التصليح تاعها شوف هون بيقول لك الار لما صفر ما همنيش لا الكلوك ولا دي شوف عمل فورا عمل الكيو شو صفر عملها ريسيت فورا ولا طلع على الكلوك ولا استنى رايزنج ايدج ولا فولينج ايدج ولا اي شيء فورا اول ما صار اكتف شو عمل لها ريسيت لما صار inactive صار ولا كأنه موجود لما هو inactive ولا كأنه موجود لما تيجي transition click transition بطلع على D بنطيه قيمتها للQ لما تيجي rising edge بطلع على D بنطيه للQ بس ببساطة طبعا هذا هيك يعني rising edge أو positive edge وهي هيك يعني falling edge أو negative edge هذا كونه فيش bubble هون هذا بيشتغل على إيش على positive edge تمام طيب افرض انا عندي هذا الفليب فلوب قلت لك هذا ريسيت تاعه هذا دي وهاي الكلوك تمام وهاي الكيو هذا الريسيت تاعه قلت لك اسينكرونس نوع هذا اكتف هاي ولا لو ريسيت active high كيف تعرفت؟ ما في بابل بالضبط طيب لو بترسم نفس التيبل هذاك الكلوك والدي وهي ايش الكيو امتى الدونت كير كونديشن هون راح يكون لما ار شو قيمتها وبيعمل ريسيت فورا لما الار 1 بالضبط ولما الار 0 بتطلع على ايش على البوزيتيف ايدج صح إذا 0 هاي بتصير 0 وإذا 1 بتصير 1 تمام هاي الفانكشن تيبل لهذا أفرض إنه هذا asynchronous أوكي طيب افرض كان
درسوا ملون ثاني الأزرق. افرض كان نفس الإشي بس إيش synchronous. هذا synchronous reset ماشي. كيف يكون function table r clock d و q؟ شو رأيكو لما يكون 1 صح؟ بس هون شو لازم أستنى إذا إنه synchronous عشان يعمل reset؟ شو رأيكو قيمة الكلوك؟ بالضبط بدي أستنى rising edge لأنه هذا الفري فلوب أنا مش حاطه بالهون فبشتغل على rising edge وبتهمنيش دي ساعتها بصير إيش يشتغل بيعمل reset. إذا زيرو خلاص كأنه إيش فري فلوب عادي تمام. إذا 0 بيطلع 0 وإذا 1 بيطلع 1 واضح؟ فبدك تميز إنه الأسينكرونس ريسيت من السينكرونس ريسيت وكمان نفس الإشي الأسينكرونس سيت من السينكرونس سيت يعني في ممكن يجي إنه سيت مش ريسيت أوكي؟ بس بالعادة بالعادة شو بكون هذول الريسيت والسيت؟ شو رأيكو؟ سينكرونس ولا أسينكرونس؟ شو رأيكو؟ هذا عنده توقع؟ شو عربية شو رأيك؟ شو السؤال دكتور؟ مش مركزة معنا؟ لا مركزة بس ما فهمت الصراحة. طيب بحكي لك أنا هسا في قلنا هذول direct inputs في set وفي reset تمام؟ بالعادة بكون هذول synchronous ولا asynchronous؟ أسينكرونس. بالضبط بالعادة بيكون أسينكرونس. فأنت افترضهم أسينكرونس إلا إذا أنا قلت لك إنهم سينكرونس. طيب هم بالعادة إيش أسينكرونس تمام. طيب تعال نرسم تايمينج دايجرام عشان نفهم أكثر شوي. طبعا مش موجود التايمينج دايجرام هذا بالكتاب بس تعال نفهمه عشان نرسمه عشان نفهم أكثر شوية. هاي كلوك أو كان كبرها شوي. اوكي وهاي كونه بيشتغل على البوزيتيف ايدج بيهمني ايش هاي الايدج وهاي الايدج بشكل رئيسي. تمام وهنا بدي ارسم انا الدي والار والكيو وخلنا نفترض الكيو كانت مبدئيا كانت صفر والدي صفر. افرض انه الدي كانت كالتالي صفر وبعدين هون صارت واحد بعدين نزلت او خليها تكمل مش مشكلة او خليها تنزل وبعدين ترجع لهون واحد تمام. افرض انه الار كانت واحد بس انا هاي الار ارسمها بتكون ارسمها اكتف هاي ولا لو ريسيت هاي بالتايمينج دايجرام شو بتكون اكتف اكتف هاي ولا لو اكتف ماشي. شنو الاكتف اكتف هاي ولا لو يعني اكتف لما تكون صفر ولا اكتف لما تكون 1 هاي اكتف هاي. طيب زي هاي يعني هون. طيب معناته بدي ابداها انا بايش انأكتف اول شيء بدي ابداها بصفر انأكتف وهون مثلا حتى هاي عشان الرسمه تزبط معي يعني عشان افهم كل كونسبت اكثر بدي اخليها مستمره واحد هون اوكي. وهون مثلا انا قررت انه ايش اعملها هون ورجعها هيك. فهسه انا محتاج كمان هون هذا الخط وهذا الخط عشان يكمل الشرح. طيب هسه بدي ارسم الدي. الدي راح تكمل صفر لوين؟ لهون صح؟ الريسيت ماله اكتف ولا ان اكتف لحد الان؟ ان اكتف صح؟ طيب الكي شو بدها تصير قيمتها هون عند الاج هاي؟ شو رايكو؟ حداد موجود؟ نعم دكتور موجود. طب ما ترد رد يلا بتصير واحد
تسألني ولا بتحكي لي؟ لا بجاوب. طيب بتصير واحد آه. ليش؟ لأنه دي واحد صح؟ هنا والآر ماله inactive مش active. طب لوين بتكمل؟ لحظة هون صار عندي reset صار active. بكملها one للرايزنج ايدج اللي بعديها ولا شو بعمل هسا؟ لا بتكمل زي ما هي. عربيات شو رأيك؟ بتكمل مثل ما هي. لا بنزل هون من بقولكوا هذا إيش؟ asynchronous reset صح؟ طيب مش هذا asynchronous شو قلنا؟ يعني أول ما يصير هون اشتغل. طبعاً أول ما يصير هون اشتغلت شو؟ بهمنيش شو الكلوك ولا الدي فوراً حطيته زيرو الكيو صح؟ طيب هون شو بصير؟ شو قيمة الكيو بدي يصير فيها؟ One. انت بتقول وان ذكرني ايش اسمك؟ احمد. احمد بيقول وان. حداد شو بتقول؟ زيرو. لوين؟ للرايزنج ايدج يعني؟ ايوه. وعربيات؟ برضو زيرو. صحيح بظلها زيرو. ليش يا احمد بظلها زيرو؟ لانه هسه لما تطفي برجع يشتغل كفليف فلوب عادي. الفليف فلوب عادي امتى بيعمل ابديت للفاليو تاعيته؟ عند الترانزيشن صح تاع الكلوك. هذا المثال تاعنا بيشتغل على البوزيتيف ايدج فبيعمل ابديت للفاليو تاعيته عند البوزيتيف ايدج بس الا اذا كان في اسينكرونس انبوت زي الريسيت ساعتها برد عليه باي لحظه. طيب تمام وضح الدكتور. فبيكمل لهون هون بصير 1. طيب هذا ايش كان للكيس السوداء هاي. هسه الكيس الزرقاء لما يكون سينكرونوس تعال ناخذ سيناريو مشابه الكلوك نفسها خلينا نعتبرها تمام. بس ايش تعمل انا الدي كانت اعتبرها 0 صارت هون 1 نعتبرها ظلت 1 تمام. وعندي الار انا كانت 0 وفرضها انها صارت زي هذيك 1 هون وخلنا نوصل لهون بعدين نكمل. طيب وهاي الكيو افرض انها كانت 0 الكيو راح تكمل لهون 0 بعدين شو بده يصير؟ شو رايكم؟ هذا بيجاوب بتصير 1 دكتور 1 لوين هنا شو بتصير فيها شو رايك؟ شو 0 دكتور؟ لا هذا سينكرونس ريسيت. شو يعني سينكرونس؟ انه بستنى بيشتغل على الايدج تمام انه بيشتغل على الايدج فراح يكمل ايش لهون عادي طبيعي. هسه افرض الريسيت ردت رجعت اون هون لانه عندي رايزنج ايدج بيجي برد عليها بغض النظر عن قيمه دي. طيب اجين هذا الازرق انه السينكرونس هذا مش مستعمل كثير المستعمل هذا انه اسينكرونس دائما ماشي لانه اذا بدك تعمل انت سينكرونس ريسيت تقدر تستخدم الدي قيمه الدي نفسها صح. حد عنده سؤال؟ طيب هسه نحكي عن الست عن الانسز للسيكونشال سيركتس. هذا السكشن الاخير او قبل الاخير بالتشابتر يعني اليوم نخلصه وبيضل شغله بسيطه نخلصها امتى الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاثنين فبنكون خلصنا التشابتر. هسه بتذكروا لما كنا نعمل بالكومبينيشنال سيركتس كنا نعمل اناليسيس شو كنا نطلع معادله الاوتبوت صح. هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نطلع معادله الاوتبوت والنكست ستيت
طيب هاي بالمثال هذا مين الاوتبوت؟ او بلاش واي. ماشي هاي الواي. ومين نيكست ستيت او يعني وين الفليب فلوبس لما بدي اطلع نيكست ستيت؟ انا دلالة ايش الكرنت ستيت والانبوت مين هو اللي هم مين؟ A و B. بالضبط. فالستيتس او الستيت تعتمد على A و B. الاوتبوت اللي هو Y. بس بهاي الكيس طبعا الـ A نفسها ممكن تكون اوتبوت برضو والـ B ممكن نعتبرها اوتبوت، بس ككونفنشن اذا انه الاوتبوت من الفليب فلوب بندل عليه بنحكي عنه ستيت، يعني كرنت ستيت نيكست ستيت. والشيء الثاني اللي هو زي الـ Y بنسميه هو الاوتبوت. طيب اللي هو ايش؟ مش طالع من الفليب فلوب مباشر. طبعا ممكن يكون اجين الاوتبوت على الفليب فلوب هو الاوتبوت تبع السيركت. طيب هسا لما بدي اعمل اناليسز في ثلاث اشياء بدي اطلعهن: equations وتيبل او تو يعني تيبلز اللي هي تو شيبس وايش ودايجرام. هيك الاناليسز شو اسمهن كلياتهم نحط لها كلمه ستيت او ترانزيشن. Equations, state أو transition table, state أو transition equations, عفوا diagram. فالثلاث أشياء table وdiagram equation. تمام؟ الأناليسز بالعادة بيبدأ بواحدة من ثنتين، يا بالequation يا بالtable. والأسهل أنا بشوفه بالعادة دائما الequation، إلا إذا الequation معقد كثير وبتقدر تطلع الoutput أنت من التable بسهولة. تمام؟ يعني بتصير حسب ايش الاكزامبل انت بدك تقيم مين اسهل لك تطلع اول. طيب بالمثال هذا الاسهل انا بشوفه انه اطلع الاكويشن بعدين تيب. تمام. طيب كيف هسه بدي اطلع الاكويشنز؟ هذا الدي فليب فلوب. الدي فليب فلوب النكست ستيت، طبعا لما اقول ستيت اكويشنز يعني شو انا بدي اقول؟ قاعد اقول بدي اقول شو النكست ستيت تاعت الاي وشو النكست ستيت تاعت مين؟ البي. والاوتبوت ايكويشن اللي هي واي شو قيمتها؟ بس طبعا واي دائما بتكون دلاله مين؟ الانبوت والكرنت ستيت، صح؟ مزبوط. ليش؟ لان هي جاي من كومباينشنال سيركت، هذا اوتبوت عادي. اوكي ماشي الفليب فلوبس داخله عليه، بس انا اي مثلا اذا اكس تغيرت ممكن تغير واي حتى لو البي ما تغير، صح ولا لا؟ مزبوط. لو الاي والبي ثابتين وما فيش عندي تريجر للفليب فلوبس، ما جاش ترانزيشن والاكس تغيرت، ما اكس جاي من برا بعرفش كيف تتغير، الواي ممكن يتغير فورا، صح ولا لا؟ لانه الاكس واصل عليه. مزبوط. انتوا معي شباب ولا مش معي؟ ترى اذا ما بتفهموا يعني هنا راح تتغلبوا كثير عشان تفهموا لحالكم. طيب والفاينل يعني اكيد حيكون يعني في لود اكثر على الماده اللي ما تغطت بالمد اكثر بكثير من الماده اللي تغطت بالمد، شيء طبيعي. والسيكوينشال سيركتس ان جنرال واحده من يعني الديفيكلت توبكس بشوفوها الطلاب بالديجيتال، فالما بيتبع وما بيفهم اول باول يعني بعرفش ايش فرصه تصير انه يجيب علامه كويسه. طيب هسه احنا هذا نوع فليب فلوب دي فليب فلوب، واحنا عارفين انه كانت بالدي فليب فلوب شو الكيو اوف تي بلس 1 شو بتساوي؟ كانت دي، صح؟ مش هيك؟ بالدي فليب فلوب. فبالتالي اي تي اوف بلس 1 شو بدها تساوي؟ اللي بيجي لهون اللي بدخل على الدي، صح؟ شو بدخل على الدي؟ مين يقول لي؟ في عندي هون X هياتها، وعندي هنا في إشي جاي منين؟ من الـ A. من الـ A. طيب وهون برضو جاي منين؟ من الـ X. وهي منين جاية؟ من الـ B. من الـ B. طبعا هون في كومبليمنت بالرسمة، بس شكله لما عملت كت للرسمة راحت الكومبليمنت. طيب شو معناته صفت؟ شو داخل شو الدي شو داخل على الدي؟ A and B، A and X or X and B.
هيك صح؟ صح. طيب هسا الايه عشان اميزها عن هاي الايه شو بيعملوا؟ بيحط لك ايش هيك انه ايش يعني معناها قيمه البي الحاليه مش انه بالكلوك سايكل الجايه مش لما يجي ترانزيشن تمام؟ هاي معناها الكرنت ستيت هاي معناها ايش؟ الكرنت ستيت هاي التي بلس 1 شو معناها؟ نيكست ستيت تمام؟ هسا هاي ممكن اكتبها كمان بطريقة ثانية عشان ابسط ومعروف طبعا اكيد انه النكست ستيت بدلالة الكرنت ستيت عارفين انه هذا كرنت ستيت بدون ما احطه في التي بقدر اقول AX او ايش؟ BX تمام؟ مش ضروري اقول اوف التي. طيب البي شو معادلتها؟ جاي انا عندي هون من X صح؟ وجاي عندي هون منين؟ من الـ A complement صح؟ مظبوط؟ مظبوط. فشو بصفي عندي؟ بقول B اوف لا مش B A complement اوف T and X او اللي هو ايش؟ A complement and X and X يا هي يا هي بصير ثنتين. طب الواي شو فايت عليها؟ فايت هون X معناته هاي ايش؟ X complement صح؟ لو تمشي مع السلك هاي جاي من X وفايت عليها OR gate. الOR gate منين جاي لها؟ لاحظ انه هذا B كان صح؟ جاي من هون اللي هو برضو B وجاي منين؟ من الـ A من الـ A برضو تمام؟ فالواي شو بتساوي؟ A الـ current state طبعا A or B and X complement بالضبط and X complement تمام؟ لاحظوا في التي طبعا واي اللي ايش زيك دائما هو function of ايش current state مش next state ركزوا انتبهوا لا تغلطوا لانه راح تشوفوا انتم مرات حيكون عندك قيم مختلفه لل current state و next state نفس الرو تيجي تخربط بالحساب يطلع جواب غلط. تمام طيب y of t ما في داعي اكتبها y of t بكتبها هيك وخلاص. فهاي بتنكتب هيك a or b and x complement. هذول الثلاثة بسمون state equations او مرات شو بيعملوا؟ بسموا هاي ال b وال a هاي وهاي مرات شو بيعملوا؟ بسموا هاي وهاي state equations وهاي الأخيرة شو بسموها؟ output equation ماشي او الثلاثه state equations عادي بصير هيك او هيك. تمام مش big deal بس انت اللي بهمك انه انت بالفيز هاي لما اقول لك طلع state equations انك تطلع كل equations ساعه الاوتبوتس اللي هن والفليب فلوبس تمام. فانت عندك output واحد هون اسمه y وكمان الفليب فلوب وكمان قيم الفليب فلوبس بتطلعهن. طيب واضح شباب؟ حد عنده سؤال؟ حد فاهم؟ فاهمين دكتور. طيب ماشي. نروح على الموضوع اللي بعده. بعد ما طلعنا الإكويجنز بقدر أطلع إيش؟ التابل، الستيت تابل. طبعاً هياتهم الإكويجنز مكتوبين مرة ثانية هون. تمام؟ بقدر أطلع إيش؟ الستيت تابل. وطبعاً ممكن أطلع الستيت تابل بدون ما أطلع الإكويجنز. Again قلت لكم أنت بتقيم حسب إيش؟ يا السؤال بيجبرك مثلاً على إيش معين، يا أنت بتقيم الرسمة وشكل الإكويجنز شو الفايت الإنبوت تاعون الفليب فلوبس. مرات هاي بتكون أسهل مرات هاي أسهل حسب إيش نوع الفليب فلوب، عدد الكم الجيتس الموجود تمام. فمرات هيك أسهل مرات هيك أسهل حسب. فهسا إحنا نعبي هنا التابل طبعاً بالستيت تابل أو ترانزيشن تابل
بنعمل بطريقتين. هسه راح نورجيكم الطريقتين. هاي اول طريقه زي تروث تيبل، هو ولا بيفرق شيء، بس شو الفرق؟ انا قاعد احط الاشياء اللي بيعتمد عليها الاوتبوت والنكست ستيت. هسه قيمه A الجاي وقيمه B الجاي وقيمه الواي الحاليه على شو بتعتمد؟ شو رايكم؟ على X و A current و B current. بالضبط، اللي هي present state اللي هم مين؟ A و B و عمين كمان؟ على input اللي هو X. طب شو بدي أطلع أنا؟ بدي أطلع next state اللي هي قيم A و B دائما. شو بدك تطلع؟ next state وال output دائما، هذا بدك تطلعهم تمام؟ اللي هم A و B again و Y، صح؟ هذول بدك تطلعهم. طبعا هاي الـ A والـ B هون مقصود فيها اوف الـ T، اللي هون لأنها next state اوف ايش؟ الـ T plus 1، صح؟ صح. بس الـ Y اللي هون اوف ايش؟ الـ T، ما في Y اوف الـ T plus 1، لأنه هذا output جاي من combinational من الـ gate عادية مش من flip flop مباشرة. تمام؟ اوكي؟ طيب نشوف كيف نعبيه هسه. هسه الجزء اللي على الشمال هو اللي بنعتمد عليه عشان نطلع الجزء اللي على اليمين. نفس فكرة التروث تيبل، بعمل كل الكومبينيشنز 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2. عماري معنا انت؟ عماري دكتور ما بعد المحاضرة خليك بدي اياك ماشي. طيب هاي اخذنا كل الكومبينيشنز. هسه شو بعمل؟ ببلش اعبي. كيف بدي اعبي؟ بوحدة من ثنتين، يا بطلع على الرسمة وبعوض على الرسمة وبطلع القيم، يا ايش بعمل؟ يا عن طريق الاكويجن، يا عن طريق الاكويجنز. بالضبط. تعال نعمل أول كم وحدة الإكويجن وبعدين نروح على الرسمة، نستخدم الرسمة عشان أورجيكوا هيك وهيك. طيب AB 0 0، يعني هاي 0 هاي تعوض بالA، يعني خليني أحطهم بس الإكويجنز عن جانب هون بعدين الأشياء. أوكي، A 0 و B 0 وال X إيش؟ 0 0. شو الجواب معناته؟ 0 صح؟ 0. طيب هون A 1 A complement 1 وال X 0، شو بده يكون الجواب؟ 0. طيب هون 0 0 و 1، شو بده يكون الجواب؟ 0 صح؟ مزبوط؟ مزبوط. طيب نعمل اللي بعديها. 0 0 وين في A و B 0؟ هاي راح تكون 1، معناته هاي ايش؟ 0 0 صح؟ وال X ايش حتكون؟ 1، معناته هاي الكومبلمنت ايش حتكون؟ هون 0. مظبوط. وهنا 1 1، وهنا ايش؟ 1. طيب ال A ايش حتكون معناته؟ 0. next state حتكون 0. ال B 0 صح؟ لا 1. A complement اللي هي 1، لانه ال A complement and ال 1 and ال 1 ينطيني 1. ال Y 0 صح؟ 0. طيب اللي بعديها 0 1 لل A و B، 0 1 معناته هاي ايش حتكون؟ 1 صح؟ هون 0 هاي 1. طيب وال X 0، بس ال X هون 0 معناته ايش الكومبلمنت تاعتها؟ 1 صح؟ هون 0 هون 0 هون 0. شو حتكون next state؟ 0 لل A 0 لل B صح؟ ال Y 1. طيب هسه ال X تتغير بده تصير ايش؟ 1. هسه معناته الكومبلمنت تاعتها شو بده تصير هون؟ 0 وهون بده تصير 1 وهون شو بده تصير؟ 1 وهون شو بده تصير؟ 1. طيب معناته شو النكست ستيت لل A؟ 1. ولل B 1. والواي
زيرو. طيب هاي هيك طبقنا على الإكويجن أربع مرات، نشوف الباقيات على الرسمة. استودنس الإكويجن زنا بتطلع وين؟ على الرسمة هاي. تعال نطبق. أنا قاعد بقول لك الـ A1 والـ B0. الـ A الـ current state اللي هي طالع من هون معناته صح؟ الـ A1 والـ B0. معناته شو فايت أنا عندي هون؟ هون A1 اللي هي الـ A صح؟ مش قلنا هون بدخل عندي الـ A وهون الـ X. والـ X كم؟ 0. وهي الـ X 0. معناته هون الـ 0. وهون برضو 0 من الـ X. من الـ B هاي كانت جاي من الـ B صح؟ هذا السلك معناته هاي البي ايش؟ والبي زيرو. البي زيرو. طب معناته شو بدي يكون الاوتبوت تاع الاند جيت هاي؟ زيرو وزيرو. زيرو وزيرو شو بدي يفوت؟ زيرو صح؟ زيرو. معناته الاي اذا فايت على الدي زيرو، الاي شو بدها تصير؟ النكست ستيت زيرو. زيرو. طيب نشوف البي. البي جاي لها منين؟ من الاكس اللي هو 0 هاي الاكس، وجايها منين؟ من الاي كومبلمنت اللي هو كم؟ 1. الاوتبوت تاع الاند جيت معناته 0. معناته شو النكست ستيت؟ 0 صح؟ صح. طب الواي جايها من الاكس اللي هو كم قيمته؟ 0. معناته هون شو بدها تصير؟ 1 صح؟ الكومبلمنت. طيب والـ A والـ B شو أحط القيم؟ هنا هاي هاي طلع هي 0 بالضبط، وهاي إيش؟ الـ A اللي هي كم؟ 1. حيطلع هون 1 1 أور الـ 1 شو بدي يطلع؟ 1 أند الـ 1 عفوا 1. واضح شباب كيف؟ أهم إشي الخربطة اللي بيخربطوها معظم الناس إنه بيجي بحسب هاي دلالة مين؟ next state. هذا غلط، لازم تحسب هاي بدلالة هذول. تمام؟ دلالة الـ present state مش الـ next state. تمام؟ واضح شباب؟ وبتكملوا التابل. التابل لو بدي أكمله نهاياته اتركوا يا بس عشان نقارن باللي عملناهن. يعني شوف هون الواي أول ثنتين عملنا 0 0 مضبوطات، والبعديها 1 0، والبعديها 1 عملنا احنا أول خمسة، والبي عملنا أول خمسة برضو 0 0 1 0، والاي 0 0 0 1 0. ولو تكملوا بطلع معكم. في حدا بيعرف شي يكمل؟ أكمل له إياه ولا بتعرفوا تكملوا التابل؟ ها شو رايكم؟ طيب انا بدي اخذ الرسمه هاي هسه، او اتليست الايكويشنز هذول احطهم هون. هاي الايكويشن والايكويشن تايت واي. هسه بدي اورجيكم الصوره الثانيه لمين؟ للستيت دايجرام، عفوا الستيت تيبل. الستيت تيبل عملناه بطريقة، هسه بدي أعمله بطريقة ثانية. الطريقة الثانية كالتالي، إنه أنا الانبوتس هون لاحظوا كنت حاطها بإيش؟ حاط لها عمود صح؟ ببطل أحط لها الانبوتس عمدان، بس بحط العمدان لمين؟ لبريزنت ستيت، نيكست ستيت، والأوتبوت بس. بريزنت ستيت، نيكست ستيت، والأوتبوت. الانبوتس ما بحط له عمدان، شو بعمل الانبوتس؟ بحط احتمالات هون بشكل افقي فوق ايش؟ نكست ستيت وفوق الاوتبوت. فانا شو عملت هون؟ كررت ايش؟ الاي بي بعدد ايش؟ احتمالات الانبوت، وكررت الواي بعدد احتمالات الانبوت. واضح شو عملت؟ اوكي؟ طيب حدا مش واضح له شو عملت؟ طب حدا واضحة له؟ واضحة. طيب هسا
الـ AB معناته هنا كم احتمال دعبي؟ أربع احتمالات بالضبط 0 0 0 1 1 0 1 1. هسا شوف عم بحسب next state اللي هي الـ AB إذا كان input 0 وإذا كان input 1 ونفس الشيء للأوت بحسبها إذا كان 0 وإذا كان 1. تعال نشوف كيف. مثلا إحنا آخر واحدة مثلا ما سويناهاش صح؟ هذول اللي هن هاي وهاي ما سويناهن. تعال نسوين هون. هسا أنا قاعد بقول أنه خلنا نأخذ هاي الكيس تمام؟ الـ 1 1 قاعد بقول الـ A1 والـ B1. خلنا نعوض الـ A1 والـ B1 معناته هاي شو؟ 0 وهاي 1 أور الـ 1 تمام؟ والـ X هسا بدي أخذ لها حالتين. الـ X بأخذ لها حالتين، مرة لما تكون 0 فبعوض هنا 0 0 وهون حتكون 1 صح؟ وهنا 0. تعال نشوف شو الـ AB معناته لما تكون 0؟ عوضوا هاي شو بيطلع؟ الأولى 0 والـ B 0 برضو. طيب والـ Y؟ الواي اللي بدنا نعوض لما تكون اكس 0 برضو. هيت بدها تكون 1. طيب هسا شو بدي اعمل؟ بدي اغير الاكس استاخذ الكيس الثانيه تاعت ايش؟ لما تكون اكس 1. بالضبط لما تكون اكس 1. لما تكون اكس 1 بدي امحي الاكس هنا تصير 1 وهنا 1 وهنا 1 والاكس كومبلمنت اذا هون شو بده يصير؟ 0. طيب الاي والبي يلا تعال نشوف هاي عوض بالايكويجن هاي الاي شو حتطلع؟ 1 والبي 0 والواي 0 ولو بدنا نلاحظ هون طلعوا انه ايش؟ انا لو بدي احط مثلا هايلايتر هذا الاصفر خليني امحي هون الاصفر عشان هاش يقول لي هاي زي هاي. اوكي الاصفر هذا اللي هو لما ايش اكس واحد صح والستيت 1 1 بس دكتور احنا بنعبيهم صح. عبيته بالمكان الغلط يا سوري عبيته بالمكان الغلط. اوكي المفروض هون عبيتهم هون 1 0 وهون 0 وبالاسود ايش نعبي هنا 0 0 وهون 1 راح نروح عندها خربنا الدنيا. تمام طيب ال 1 1 هياتها. اوكي هسا الاصفر هذا الرول اصفر وينه اللي هو لما ايش اكس 1 صح وين اكس 1 اللي هو هذا هذول الرو الثاني اللي قبله اللي هو اي لما الاكس 0 0 هي تا اكس 0 شايفينها نفس كل شيء ثابت يعني الكرنت بريزنت ستيت او الكرنت ستيت نفسها بس مين تغير اكس فهذا هيك ففعليا بصير كل رو هنا بمثل شو تو روز هناك فاجين هذا حيكون برضو حيجي هون واللي بعده برضو كمان هذا حيجي وين هون وهذا حيجي ايش هون الاول والاصفر لو بدي اخذ اصفر انه اللي بيمثل لما اكس 1 هذا حيجي وين هون واللي بعده هذا حيجي هون واللي بعده حيجي وين هون واضح كيف نعبيهن هياته معبة هون لو بدي احط لكم اياه معبة يعني نقارن اللي احنا عبينا اخر واحدة هياته 0 1 من اللي مش معنى انا قاعد امشي 0 1 0 1 0 0 واضح ولاحظ انه ها لو بدي امشي فيهن انا هاي 0 0 هياته خليني بس اكبرها شوي ليش هيك
I bring front. هاي زيرو زيرو هياتها شمال زيرو زيرو هياتها وقاعد يشبك ايش اللي كتبته بيعمل اوبجكت واحد مع القديم فعشان هيك فبدي اغير اماكن هنا التابلز bring front okay. طيب هاي الكيس الزيرو زيرو هياتها لما x0 والاي بي 00 عفوا لما x0 والاي بي 00 هيك بنقرا التابل اللي هن ايش هذا الرو شو بتكون next state 00 اوكي تكون next state ايش 00 هياتها حطينا لها والواي ماله زيرو زيرو طيب لما الكرنت ستيت زيرو زيرو هاي يعني والإكس ون هاي شو نيكست ستيت اللي هي هاي صح زيرو ون والواي زيرو والأوتبوت لما إكس ون هياته أوكي وهكذا يعني هذا التابل نفس هذا التابل بس other representation طيب هسه سؤال افرضوا انا عندي نفس الرسمه هذيك بس في عندي two inputs مش input واحد w x شو بصير عندي اذا بدرسم انا بالتابل هذا الطريقه الجديده تعب التابل الطريقه الجديده هيكون عندي اكيد current state a و b صح هاي current state مزبوط طيب هيكون عندي next state هون كيف بدي اعبيها راح يكونوا اربع عواميد صح بالضبط بقول wx equal 00 هاي وبحط تحتيها ايش او 01 او 10 او 11 بالضبط او wx بيساوي 01 وبحط تحتيها ab او wx بيساوي 10 وكمان في لها A B current next state صح وكمان W X بساوي إيش 1 1 1 1 ونفس الإشي لل output لو Y وأخذ أربع احتمالات W X 0 0 و 0 1 1 0 و 1 1 وهنا ال Y وال Y وال Y وال Y واضح الفكرة شو وبعبي برضو حيكون إيش وأنا بس أربع احتمالات رو رو اثنين ثلاث أربعة بس فبصير كل رو من هن هذولا عن كم رو من التابل من النوع الثاني مش عن اثنين عن كم بصير عن ثلاث عن أربعة مش أنتي ماخذ أربع احتمالات مزبوط أربعة تمام لو three variables عن كم بصير كل رو عن ثمانية صح؟ لو 3 inputs يعني مثلا w x z مثلا طيب نشوف هسا ايش اخر اشي اللي هو الستيت دايجرام الستيت دايجرام قبل اول شيء احكي لكم شو يعني الستيت دايجرام او ترانزيشن دايجرام او اول شيء اعرفكم على الرموز تاعيته الستيت لما احكي ستيت مثلا كرنت ستيت اللي هي قيم الفليب فلوبس الحاليه لما احكي نيكست ستيت شو معناها قيم الفليب فلوبس الجايه صح لما يجي عندي ترانزيشن كلوك ترانزيشن صح اذا بيشتغل على البوزيتيف ايدج يعني على البوزيتيف ايدج النيجاتيف ايدج يعني نيجاتيف ايدج طيب كيف ارمز انا لقيمه ستيت معينه في الستيت دايجرام بحط دائره وبحط قيم الفليب فلوبس اذا عندي 3 فليب فلوبس بيكون عندي ايش ثلاث خانات هاي ايش بنسميها ستيت اذا تو فليب فلوبس خانتين طيب هسا زي ما شفنا احنا بالتيبل كان عندي كرنت ستيت مثلا او هون مثلا في عندي مثلا كرنت ستيت صح ليش مش قبل يكتب
عندي current state وعندي next state. طب أنا كيف بدي أعبر عن النقل من إنه يعني من state لstate، التنقل من state لstate بسهم بعبر بالرسمة هاي. شو بعمل؟ بعبر بسهم. فهاي بتمثل إيش؟ transition. تمام. ذيلها بيكون ايش؟ طالع من ستيت معينه ورايح لوين؟ للستيت الثانيه. ممكن عادي ترجع لنفس الستيت، يعني انه هاي معناها ايش صار؟ نو تشينج للبريفيوس ستيت او الكرنت ستيت، زي نيكست ستيت راح تكون. طيب الانبوتس وين بعبيهن؟ بحطهم هون، بحط هون قيم الانبوتس. مثلا عندي اكس دبليو، بقول مثلا هون قيمه للاكس وللدبليو، يا بكتبهم ارقام فورا نفس الترتيب الموجودات بالتيبل، او بقول عادي WX يساوي هيك كذا كذا. الاوتبوت وين بحطه؟ بحط سلاش وبحط قيمه الاوتبوت كرقم، او بقول Y يساوي كذا، يا Y يساوي كذا يا رقم. طبعا هذا الاوتبوت بحطه هون اذا انه مش شرط يكون مرتبط بالكلوك. بس افرض مثلا انا عندي رسمه ثانيه، الاوتبوت هو عباره مثلا عن اورنج لاوتبوت سايد فليب فلوبس، ما فيش انبوت خارجي له دخل، معتمد هو 100% عمين على الفليب فلوبس. معناته الاوتبوت مستحيل يتغير غير لما اذا قيمته واحده من الفليب فلوبس تغيرت، صح؟ معناها صار مرتبط بمين برضو الاوتبوت؟ بالكلوك، صح ولا لا؟ صار سينكرونايز مع الكلوك، صح ولا لا؟ فاهمين هاي؟ ساعتها الاوتبوت ما بحطه هون، وين بحطه؟ بحطه جوا الستيت هون. يعني هون قيمة الستيت وهون شو الاوتبوت. راح نشوفها هاي الكيس بعدين، بس اليوم راح نشوف هاي الحالة. بس المثال اللي شفناه احنا الاوتبوت مش مرتبط بس بالكرنت ستيت، مرتبط برضه بايش؟ بالانبوت بطريقة مباشرة. بالاكس. عشان هيك مش مرتبط بالكلوك، مش سينكرونايز مع الكلوك. اذا تغير اكس باي لحظة ممكن يغير الاوتبوت ريجاردلس القيم الفليب فلوبس او الكرنت ستيت. طيب كيف برسم؟ هسه انا عندي كم ستيت او كم فليب فلوب اول شيء بسال حالي بالسيركت؟ كان عندي اثنين صح؟ الاي والبي. طيب هذول كم كومبينيشن الهن؟ كان لهم اربع احتمالات. بالضبط، بحط ايش؟ اربع ستيتس. خليني بس انزل لتحت شوي هون، وبعبي بكل دائرة شو؟ واحدة من الاحتمالات 0 0 0 1 1 0 1 1. بيهمنيش كيف تعبيهن، مثلا عكست ال 1 0 حطيتها فوق او تحت وال 0 1 تحت، بيهمنيش، بس المهم تحط لي الاربع احتمالات. طيب بس بالعاده خليك اتبع المنطق، يعني بالعاده يا بتعبي هيك بهذا الاتجاه ماشي او الاتجاه هذا، مش مهم doesn't matter، بس anyway يعني حاول اتبع convention معين. انا رسمتها هيك لانه الكتاب رسمها هيك. انا لو بدي اعبيها بعبي صراحه هون 0 0 وهون 0 1 وهنا 1 0 وهون 1 1، بس انا رسمتها عشان ما تطلعش مختلفه عن الكتاب. بس خليني اتاكد انه هيك الكتاب رسمها بهذا الترتيب. يس اوكي، بس عشان يكون consistent مع الكتاب. بس انا بالوضع الطبيعي ما برسمها هيك، مش بهذا الترتيب، بس مش مهم، الحل راح يضل صح doesn't matter. طيب هسه كيف بتطلع على الموضوع؟ بطلع على الموضوع، انا عندي current state 0 0 من التيبل تاعي، والنكست ستيت شو راح تكون؟ 0 0. ذيل السهم بده يطلع من current state ويروح لوين؟ النكست ستيت، يرجع له نفسه. بالضبط. طيب شو الانبوت اللي خلاه يعمل هذا الاشي؟ لما اكس كانت 0، فبحط هون ايش؟ اكس ايكوال 0. طب والاوتبوت شو سوا بهاي الكيس؟ نفس الشيء، نفس اكس 0. هيك شفتوا كيف عبرت عنها؟ طيب ناخذ اللي بعديها 0 0 برضه، معناته ذيل السهم منين يطلع؟ 0 0 يطلع منها نفسها. وين بدي يروح؟ ل 0 1. بالضبط. شو الانبوت اللي خلاني اعمل هيك؟ 1 اكس 1. والاوتبوت الواي 0. بالضبط.
عادي، بصير أحطها X يساوي 0 Y يساوي 0 زي ما شفت فوق، وبصير أحطها بدون هيك عادي. هاي صح وهاي صح، بس بدك تكون هون إيش consistent بالترتيب. يعني على الشمال قبل slash هذا الانبوت، وعلى اليمين هو الاوتبوت. واذا كان عندي مثلا 2 انبوتس انا كنت كاتبهم بالتيبل دبليو اكس مثلا، فانا بفترض الخانة اللي على الشمال حتكون دبليو، وعلى اليمين ايش حتكون اكس. طيب يعني تتبعوا نفس الترتيب، يعني هيك صح وهيك صح طريقتين. هاي خلصنا اول واحدة. طيب هاي اخذتها من هذا التيبل، اروح التيبل الثاني اتفرج كيف باخذها منه، عشان يعني اذا حسب انت شو عملت التيبل تاعك. خلنا ناخذ مثلا هذا اللون، هاي خلصناها احنا اول رو صح. ناخذ هذا الرو 01 اللي هي اياها هاي صح، لا التحت، لا التحت 01. النكست ست 00 معناته انا بروح من 01 الاولى 00. شو الانبوت اللي خلاني اعمل هذا الحكي؟ الاكس 0. طب والواي؟ الواي 0. عفوا للانبوت 0 الاكس 0 والواي 1. واي 1 صح. طيب هسه ناخذ ايش الكيس الثاني لما اكس مالها، لما اكس تكون 1 بالضبط، لما اكس تكون 1 لمين؟ لهاي. من 0 1 وين بروح لما اكس 1؟ طيب ال 1 1 ال كان الانبوت اكس 0 والاوتبوت كم؟ والاوتبوت 0. تمام واضح كيف نعمله. طيب نكمل رسم هسه بلون ثاني اللي هو نحط ازرق وخلاص نكمل الكم كلهن. نشوف هاي الستيت 1 0 1 0 اللي هي هاي صح، بتروح وين نيكست ستيت على 0 0 لما x 0 والواي شو راح يكون 1 صح 1. طيب وين بتروح كمان؟ بتروح على 1 0 لما x 1 يعني بترجع يعني بترجع حالها صح لما 1 والاوتبوت ايش حيكون 0. طيب الاخيره اللي هي 1 1 ال 1 1 وين بتروح؟ بتروح ل 0 0 لما الانبوت 0 والاوتبوت ايش حيكون 0 والاوتبوت 1. وين كمان بتروح؟ بتروح لل 1 0 يعني هيك صح، لما الانبوت 1 والاوتبوت كم 0 ال 0. واضح شباب؟ اي سؤال؟ وهاي رسمة الستيت دايجرام لهذا السؤال من الكتاب، نفس الشيء صح؟ غلطنا بشيء؟ هذا يتبع معي؟ اتاكد يعني هاي دقيقة بس ازيحها جنب. هاي 0 0 مليء صح؟ اوكي ال 0 1 اجت وال 1 0 هيك صحيح وال 1 0 صحيح. اوكي هاي مبينة غلط صح؟ هسه نشوف شو مالها شو مشكلتها. اوكي هسه متأكد منها ال 1 0 صحيحة وال 0 1 صحيحة وال 0 1 صحيحة كلهم صحيحات مع ده. نشوف شو مالها إذا خربطنا بكتابتي شي هسه نتأكد. هاي نشوف شو مالها شو المشكلة تاعتها. اوكي هسه احنا هاي كانت الاكس هي 1 بس دقيقة خليني اتأكد. هي كانت اللي بتكون 0 0 1 صح وتروح وين على 1 1 تروح ل 1 1 0 1 0 1 تروح هون معناته الـ x 1 صح. هون الخربطة احنا حاطين x 0 هون والاوتبوت كم؟ صحيح الاوتبوت ما فيهوش مشكلة. والسهم الثاني تاعها كان صحيح ما فيهوش مشكلة صح؟ اه كلهم صح كانوا 0 0 كانت الـ x 0 والاوتبوت 0 صحيحة. اوكي حدا مش فاهم كيف برسم state diagram أو transition diagram؟ حدا عنده مشكلة فيه؟ لا سهل دكتور. طيب
ممتاز. أي سؤال؟ ترى هاي الأشياء بيجي عليها علامات كثير، ها؟ equations, tables, diagrams، بيجي عليها علامات كثير في الامتحانات. طيب الموجود يرفع إيده، شوف. بس دكتور أنا بعمل جدول بدي إياه، واللي هو بكون محطوطه بجبرني فيه. حسب، هسا إذا أنا قلت لك حلي، حلي لحالك عادي، حط الجدول بدك إياه. بس إذا أنا حط لك جدول، حط لك الهيدر تاع الجدول، بقول لك عبي، مضطرة تمشي حسب ما أنا حطيت لك، صح؟ مزبوط. فأنت بدك تكوني جاهزة لكل أنواع الأسئلة، فبدك تعرف تعملي هيك وهيك. بدك تعمل ترسم الستيت دايجرام من سواء هذا التيبل أو هذاك التيبل. ممكن أنا أعطيك التيبل أقول لك ارسم الستيت دايجرام، صح؟ فما بصيرش تعودي حالك إنه على طريقة واحدة للحل، بدك تعرف كل الطرق. طيب اللي معنا قلنا يرفع إيده، في 22 رفعوا، في 8 أو 6 ما رفعوش. مين الستة هذول؟ والخمسة ظل أربعة قاعدين يسمعوا، كل ما يعيد يرفع إيدك بيرفعوا واحد زيادة، ظل ثلاث. أسماء محمد بدرجة، أسماء وين أسماء؟ وين أسماء؟ مش موجودة طبعا. وهبة، هبة بالصغير مش موجودة. ومحمد شطارة، محمد شطارة كمان تركنا مش موجود. تمام تمام تمام. اسماء رفعت ايدها، شكله حدا نبهها او سمعتنا متأخر. ضل هبة وشطارة. طيب أي سؤال شباب؟ حدا عنده سؤال؟ أي سؤال؟ إحنا بلشنا أي ساعة؟ العشرة ولا إمتى؟ العشرة صح؟ هي المحاضرة تبدأ؟ أوكي. 11 وربع تقريباً بلش، 10 وربع. 10 وربع، أوكي. طيب يعطيكم العافية. عمرني خليك والباقي خلاص يعني بيقدر يطلع.